اكتر عربيات دلوقتي المفروض ان هي بتتباع في السوق قبل كده؟ الكوري ولا الالماني ولا الياباني؟ الكوري والياباني. ودلوقتي برضو الكوري والياباني؟ الكوري والياباني. يعني انت لو نزل تشتري من السوق هتشتري كوري طبعا؟ هشتري كوري او ياباني. مش هتروح خالص للالماني؟ لا، الالماني عشان قطع غيار وكلام من ده، محدش بيقرب منه عشان هو ايه، متعود على التوكيلات والكلام من ده. طب بما انك الناس بتدور على العربيه الاقتصاديه. تمام. الساعه 10 الصبح وقاعدين قاعد مستني اهو. يا مسهل، الناس بتسال يعني. ممكن حضرتك تخش معاه؟ الناس بتسال على السعر وبيلفوا ويشوفوا احسن سعر مع العربيات كويسه ويقرروا في الاخر. الكلام ده ممكن يحصل على الساعه 4 5. طب عدى عليك كم شخص لحد دلوقتي يعني؟ مثلا 12 واحد، من 10 ل 15. ودول تجار ولا مواطنين؟ في تجار وفي يعني مواطن بيشتري. طب الاكتر ايه، التجار؟ تجار. طب وايه اخبار الاسعار؟ الاسعار كلها عاليه، كلها عاليه. هو المفروض لما ارتفاع اسعار البنزين يقوم الطلب على السيارات يقل، نظريات اقتصاديه، لكن في الوضع الحالي العكس. حاجه غلط بيحصل. اذا في حاجه مش مظبوطه في السوق، وفي حاجه مش مظبوطه في الوضع الحالي. كانت من 3 شهور كده اتحركت، تيجي شهر كده وقامت جايه واقفه تاني. وقفت تاني بعد 3 شهور؟ اه وقفت، لان العربيات ارتفعت تاني. المستعمل ارتفع. المستعمل ارتفع. ارتفع بقد ايه؟ يعني كل اسبوع بترفع العربيه 5000 جنيه. كل اسبوع؟ كل اسبوع. طيب لما بيجي التاجر يتعرف يسالك على سعر العربيه بيفاصل معاك في مبلغ كبير ولا قريب ولا؟ يعني لو في رينج ال 100 تفاصل مثلا في حدود 10 12 ممكن 8 ممكن 5 حسب المجال العربية.